سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سنبدأ في كتاب جديد ولنا صلة بما كنا نقرأه من قبل، يعني هذا الكتاب ليس منقطع الصلة بالكتاب السابق، لأن الكتاب السابق كان مؤلفه الإمام أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه على مختصر أو قريب من مختصر الشيخ خليل، يعني هو أخذ المختصر وهذبه ثم شرحه باسم الشرح الصغير، سمى التهذيب بتاعه أقرب المسالك ثم شرحه الشرح الصغير، وكان قد سبق هذا شرحه لكتاب المختصر خليل نفسه بما أخذه من علم مشايخه وما أخذه من العلماء الأقدمين، وسماه منحة الخالق، منحة الخالق على مختصر سيدي خليل. ثم جاء الإمام محمد بن عرف الدسوقي وعمل عليه حاشية عظيمة، ثم جاء الإمام عليش محمد عليش فعمل عليه تعليقات. إذن نحن نعيش مع أربعة من أئمة الفقه المالكي، أربعة كبار من فقهاء المذهب المالكي. نبدأ بمين؟ بالإمام خليل ابن إسحاق الجندي، ثم الإمام الدردير، ثم الشيخ محمد عرف الدسوقي، ثم الإمام محمد عليش. لابد من التعريف بهؤلاء لأنك أنت هتعيش معهم سنوات، إذا قدر لنا الأجل هنعيش معهم سنوات فلازم نتعرف عليهم. أولهم الإمام خليل ابن إسحاق الجندي. خليل ابن إسحاق هذا أصل كردي يا مشايخ، أصل كردي من أكراد العراق، ولكن المولى تبارك وتعالى أتى بوالده أو بجده إلى هذه البلاد، وكان والده فقيها حنفيا على دين وتقوى من الصالحين، وكان يحب بعض فقهاء المالكية في عصره حبا شديدا، كان يحب الشيخ عبد الله المنوفي ويجالسه باستمرار، وكان يحب الشيخ ابن الحاج صاحب المدخل حبا شديدا، مما دفعه إلى أن يجعل ابنه خليل يعتنق ويتمذهب بالمذهب المالكي، يعني لم يقل له لا استمسك بمذهبنا مذهب الحنفية، لا جعله يتمذهب مذهب المالكي حبا في شيوخه الذين كان يحبهم ويجالسهم، الشيخ عبد الله المنوفي والشيخ ابن الحج. الشيخ خليل نشأة صالحة، وكان ما شاء الله مفتوح عليه من صغره، واستوعب أمهات الفقه المالكي، أمهات الفقه المالكي من المدونة، من المجموعة، من غيرهما من كتب الفقه المالكي القديم، ثم أيضا استوعب كتاب ابن الحاجب، كتاب ابن الحاجب يسمى الجامع بين الأمهات،
ابن الحاجب ده يعني عجيب 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 عجيب، سبحان الله، كل كتبه صارت أصول، له كتاب في الفقه الجامع بين الأمهات صار أصلا الناس كلها مشغولة به ويشرحونه ويدرسونه، له كتاب في الصرف له الناس يشرحونه وهو أصلا في علم الصرف، له كتاب في أصول الفقه مختصر لابن الحاجب في أصول الفقه، وده له قصة أذكرها لكم إن كانت فيها شيء من هي نكتة ولكنها واقعية كما سمعتها من بعض إخواننا مشايخنا. بيقول فيه طالب في كلية الشريعة وكان متعسرا في فهمه لمختصر ابن الحاجب في أصول الفقه سنة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة حتى زهق، فأقسم باليمين لو أنا وجدت قبر ابن الحاجب لابد أن أضربه بالجزم. مرت سنوات ونسي الموضوع ونسي هذا القسم، وفي ليلة من الليالي كان على شاطئ الإسكندرية، والليل يعني دخل وبحث عن مكان ينام فيه، قال والله روح المنار، منار الإسكندرية حضرتك هناك تجد مكان ممكن تنام فيه. نزل في تحت المنار فوجد مقبرة، هذه المقبرة لمين؟ سأل، قالوا دي مقبرة ابن الحاجب. ابن الحاجب تذكر ايه؟ قال طيب الصبح ان شاء الله سيكون لنا لقاء. فنام فرأى ابن الحاجب في النوم فسأله لما هذه الشدة في العبارات والقواعد؟ أما كان يمكن تخفيف هذه العبارات وهذه القواعد عشان الناس تفهمها؟ فقال له يا بني نحن ألفناه لذوي العقول ولم نؤلفه للعجول. احنا ألفناه لمين؟ ذوي العقول ولم نؤلفه لليه؟ للعجول. ابن الحاجب ما شاء الله كما قلت لكم انشغل الناس بكتبه واعتبروها أصول في الفقه، في أصول الفقه، في النحو، في الصرف، كل الفروع الفقهية والأصولية كلها لها كتب فيها والناس اعتبروها أصول انشغلوا بها. فالشيخ خليل انشغل بإيه؟ بكتاب ابن الحاجب الجامع بين الأمهات، ووضع فيه كتاب يسمى التوضيح، طبع هذا التوضيح الآن، طبع في 9 مجلدات، كتاب الشيخ خليل على ابن الايه؟ ابن الحاجب. طيب الشيخ خليل إلى جانب هذا الكتاب له كتب أخرى كثيرة، لكن أهمها هذا الايه؟ المختصر الذي ألفه بعد أن جمع كتاب التوضيح وشرحه، كتاب مختصر ابن الحاجب وشرحه، ثم ألف هذا المختصر وشغل الدنيا به. العلماء انشغلوا بمختصر خليل عن مين؟ عن كتاب ابن الحاجب، وخصوصا الإخواننا في شمال إفريقيا، حضرتك هناك ليس على ألسنتهم إلا مختصر خليل. يقول لك نحن خليليون، نحن ايه؟ خليليون. ان وفق خليل فنوفق، وان خزل خليل فنحن نخزل. نحن ماشيين ورا مين؟ ورا خليل في مختصره. هذا المختصر الناس العلماء انشغلوا به حتى صارت شروحه وتعليقاته
وما ألف حوله قرابة 100 شرح، قرابة 100 شرح، ولم ينشغل الناس عنه إلا بعد أن جاء الشيخ الدردير وكتب كتابه أقرب المسالك. وانشغل الناس بمين؟ بأقرب المسالك وشرحه، وانشغلوا عن مين؟ عن مختصر الشيخ خليل. يسمى الشيخ خليل ابن إسحاق الجندي. ليه سموه الجندي؟ أو ليه أطلق على الجندي؟ كان رجلا صالحا ومنزوي على نفسه، طول الوقت جالس يجمع كتب عشان يكتب المختصر بتاعه. 20 سنة وهو معتكف لكتابة الإيه؟ 20 سنة وهو يكتب إيه؟ هذا المختصر. وإذا يعني ضاقة وعاوز يفك عن نفسه شوية يلبس ثياب الجند ويطلع على الطرقات وينظم الإيه؟ الطريق، إن كان فيها شيء يشغل الناس يبعده، فيها مثلا قاذورات يبعد القاذورات من الشارع، ينظم الطرق حتى كأنه أحد الجنود. ولذلك أصبح يسمى إيه؟ خليل ابن إسحاق الجندي. الشيخ خليل كان يحب شيخه الشيخ عبد الله المنوفي. على فكرة كلمة عبد الله المنوفي مشايخ، هذا اللقب يعني لقب به الشيخ عبد الله لأنه جالس المنوفية وعاش معهم بقية عمره، إنما هو أصله مغربي، أصله إيه؟ مغربي. المهم، من الحاجات التي تذكر للشيخ خليل وعلاقته بالشيخ عبد الله المنوفي، جاء يوما يسأل عن الشيخ. الأهل البيت قالوا والله دي خرج يشوف لنا حد يكسح لنا خزان بتاع دورة المي، يكسح الخزان يعني ينزح لإيه؟ الخزان امتلأ. قالوا هل هناك من هو أحق بنزح الخزان مني؟ هذا بيت شيخي. خلع هدومه ونزل إيه؟ إلى خزان الشيخ عبد الله المنوفي ونزحه، نزحه. وهذه من الأشياء التي تذكر كيف يعني يضحي أو كيف يبذل الطالب مهجته في تعلقه بإيه؟ بشيخ. وليه؟ ليه مشايخ؟ لأن الشيخ عبد الله المنوفي كانت له خصال لا توجد في أكثر العلماء. كان رجلا صالحا تقيا، يومه دروس وليله تهجد، طول النهار في الدروس وطول الليل في التهجد، حتى يعني صارت له حاجات الناس يرونها عنه. الشيخ خليل بيقول والله ده أمر عجيب، ده الناس شافوه في اسكندرية وجم طنطا وجدوه في طنطا في نفس الوقت في العصر، وجدوه في اسكندرية ثم وجدوه في طنطا. ده جه ازاي؟ يعني ما كانش في طيران في ذلك الوقت. وده معناه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده الصالحين فيمهد لهم الانتقال بأرواحهم من مكان إلى مكان فضلا منه ونعمة. فلذلك الشيخ خليل تعلق به تعلق شديد وفتح الله به عليه، أيضا من ضمن الأسباب يعني من ضمن الأسباب بحب سبب حبه لإيه؟ لشيخه الشيخ عبد الله المنوفي. حتى في الدفن أوصى أن يدفن بجوار مين؟ بجوار الشيخ عبد الله المنوفي. الشيخ عبد الله المنوفي لما جم يبنوا المقام بتاعه، مبنى فخم، طيب يعمل ازاي؟ ده قبر الشيخ خليل لاصق في المكان، نعمل ازاي؟ خلاص ندخل قبر الشيخ خليل داخل الجدار، داخل ايه؟ الجدار. فحبيت حضرتك اذا حبيت تزور قبر الشيخ خليل هتجده فين؟ جزء منين؟
من جدار مقبرة الشيخ عبد الله المنف. يعني على فكرة هي بجوار الشارع بتاع الاستيراد، الاستيراد بتاع يعني هو جار الاستيراد. حط تشوف القبة بتاعت الشيخ عبد الله المنوفي والشيخ خليل بجواره، وهناك ايضا الشيخ عليش، الشيخ عليش برضه في نفس البقعة دي، كلهم اوصوا يدفنوا بجوار ايه الشيخ عبد الله المنوفي. الشيخ خليل توفي سنة 776 هجرية، سنة 776 هجرية. الشيخ الدردير اسمه أحمد محمد الدردير العدوي المالكي. العدوي نسبة إلى إيه؟ بني عدي في بجوار أسيوط، وسمي الدردير لقب لجده، كان جده حينما ولد نزلت قبيلة من قبائل العرب في بني عدي، وكان كبيرها يسمى الدردير، كان كبير القبيلة يسمى إيه؟ فطلع لقب على مين؟ على جده، ثم صار هذا اللقب على العيلة إيه؟ كلها. فصار ابنه يسمى أحمد الدردير، ووالده يسمى إيه؟ الشيخ محمد الدردير، وهكذا. ولد الإمام الدردير سنة 1227 هجرية، سنة 1127، يعني الآن له كم ميلاده؟ حوالي 200 سنة تقريبا، أو 213 سنة، أو 207 سنوات. الشيخ الدردير رزق بوالد صالح، والده كان محافظ القرآن، ويعني شافه من ساعتها ما ولد وهو دائما تحفيظ القرآن بالنهار والتهجد بالليل. وبعدين مرة دخل عليه وجده الحجرة اللي هو فيها كلها نور، طيب ما فيش سراج، ايه سبب هذا النور؟ الشيخ رفض يتكلم، لازم تقول لي سبب النور ده ايه، لازم تقول لي سبب النور ده ايه. لما ألح عليه قال له هذا بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على رسول الله أنار الايه، نارت الحجرة. فابتدى الشيخ ينتبه لأثر ايه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل أبوه ما كان يعني يصلي 1000 مرة هو قاعد يصلي 3000 مرة. وبدأ من ذلك الوقت متعلق بإيه؟ بالصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وفق فيما بعد إلى عمل صلوات على حرف الألف إلى غاية حرف الياء، كل حرف له إيه؟ أنواع من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وفق في وضع منظومة أسماء الله الحسنى، 99 اسم، كل اسم عليه دعاء، كل اسم له دعاء. حضرتك لما حين توفق لحفظ هذه المنظومة أنت لست في حاجة إلى أن يعني تجيب أدعية من عندك لكل اسم، لأن الأدعية موجودة مع الإيه؟ مع هذا النظم. طيب، الشيخ الدردير كما قلت لكم نشأ نشأة صالحة، ووفق في شيخين كريمين حين جاء إلى القاهرة، وفق في شيخين، أحدهما الشيخ علي العدوي الصعيدي، كان قمة في الفقه وفي الصلاح أيضا، في الصلاح والولاية. وكان الشيخ الآخر الشيخ محمد الحفني، أو محمد سالم الحفني، شيخ الأزهر محمد سالم الحفني، كان محدثا عظيما إلى جانب ربنا سبحانه وتعالى ولاه مشيخة الأزهر.
فكان يعتمد في الفقه على مين؟ على الشيخ علي العدوي، ويعتمد في الحديث على مين؟ على الشيخ محمد سالم الحفني. له حكاية لطيفة مع الشيخ علي العدوي. كانوا في الدرس وبعدين عاوز يروح دورة المي، فاستأذن من الشيخ علي يروح دورة المي. هو طلع في الشارع الحارة، في واحدة ست ماسكة ورقة، تعي يا دردير تعي يا دردير اقرأ لي الجواب ده. دخل الباب، أغلقت دونه الباب، رمت الورقة وقالت له أنا عاوزاك، أنا مشغولة بك من زمان وعاوزاك. عرف الايه؟ ايه المطلوب مني؟ فقال لها طيب أين دورة المياه عشان أستعد أنا؟ قالت له تفضل دورة المياه. دخل دورة المياه وأغلق على نفسه الباب ورفع يديه وقال قد قلت وقولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى موجودة والحمد لله، فأين المخرج؟ فأين المخرج؟ فرفع رأسه إلى أعلى، وجد ضوء يدخل إلى المكان من الخارج، تعلق بالماسورة، وصل إلى إيه؟ نافذة. هذه النافذة تنزل على الشارع، وهو خارج في النافذة وجد سلم من النافذة إلى الأرض، مسك السلم ونزل عليه إيه؟ سلم لغاية ما وصل إلى إيه؟ الأرض. حينما ذهب إلى شيخه الشيخ علي، قال يا شيخ دردير يا شيخ دردير لما تأخرت يا ابني؟ ألم يكن السلم مريحا؟ قال له لا، كان مريح والحمد لله. السر ده كان بين مين؟ بين الشيخ علي وبين إيه؟ يعني لم يشأ أن يقوله أمام الطلاب، إنما كان سرا بينه وبين مين؟ بين شيخه الشيخ علي العدوي الصعيدي. فنشأ هذه النشأة الصالحة الطيبة حتى وصل إلى مكانة عالية في الفقه وفي الحديث.